يعني إدارة بايدن منذ أن جاءت قبل ما يخرج من 6 أشهر وحتى الآن تمارس سياسات ناعمة جدا مع الجانب الإيراني، رغبة في تنفيذ وعده الانتخابي بأنه سيعود إلى الاتفاق النووي، وبالتالي تضع نفسها أمام مرمى العمليات العسكرية الإيرانية وعمليات الميليشيات التابعة لإيران أيضا داخل العراق. في نفس التوقيت هي لديها التزام مع دول الاتحاد الأوروبي و5+1 طبعا لمحاولة العودة إلى الاتفاق النووي بشروط ربما جديدة أو شروط قديمة يتم الاتفاق عليها من جديد وتأكيدها على الجانب الإيراني، لكن كل هذا لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة وصورتها حول العالم فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، بعد أن كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تضيق الخناق على الإيرانيين والنظام الملالي في طهران بالعقوبات الاقتصادية المتعاقبة والمتتالية. ولولا خروج ترامب من الرئاسة الأمريكية لكان الوضع كان سيبقى كما هو عليه، ولا زادت الضغوط الاقتصادية على إيران بشكل كبير، ربما كانت أجبرتها حتى للموافقة على الجلوس مع ترامب على طاولة واحدة لمناقشة شروط جديدة للانضمام للاتفاق النووي من جديد. لكن يبدو أن إدارة جو بايدن تمارس سياسة النفس الطويل مع الجانب الإيراني، وتعلم أيضا أن هناك تهديدات إيرانية في الداخل العراقي سواء كانت للعراقيين أو للأمريكيين الموجودين هناك في القواعد العسكرية المختلفة. وبالتالي البنتاغون الأمريكي حتى الآن يتلقى تعليماته بالتعامل مع هذه المخاوف طبقا لما تراه الإدارة في البيت الأبيض. لكن هل هذا سيستمر طويلا؟ أعتقد نحن مقبلون على جولة محادثات فيينا الجديدة في الأيام القليلة القادمة، ربما بناء عليها ستتشكل الرؤية النهائية من عودة أو لا عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي. بعد ذلك سنرى ما هي الخطوات الأمريكية التي ستمارسها من جديد في حال العودة أو عدم العودة. يعني إذا لم تعد أعتقد سيكون هناك تضييق على الجانب الإيراني أكثر فيما يتعلق بالعقوبات، وربما نبدأ بمشاهدة عمليات عسكرية بشكل أو بآخر من الجانب الأمريكي، وربما أيضا تدخل إسرائيل في هذا الإطار إذا ما نجح نتنياهو في الإطاحة بمحاولات تشكيل حكومة ائتلاف هناك. إذا هناك عدد من اللاعبين الإقليميين والدوليين في هذا الإطار، الموضوع لا يتعلق فقط بالولايات المتحدة وإيران والعراق.